السلام عليكم. اليوم أبو صفاء راح يشرح صيانة الجهاز الرياضي. السلام عليكم. الجهاز الرياضي راح نختصر صيانته بثلاث مراحل. أول شيء الزولية البلوك الدهن مالته، ثاني شيء الموتور القايش، ثالث شيء التشغيل مالته وفحص حمارة الموتور والأوزان اللي راح يصير عليه وشقد كل وزن نخليه وقت له على مود حمارة الموتور. أول شيء راح نبلش شلون ندهن البلوكة اللي صاير جوا الزولية جوا القايش أو الزولية أو القايش. نجي على هذا بي فتحتين منه فتحة جوا يصير ألنكي. بس إحنا قبل لا نمد الألنكي الرخي أكو براغي منه ومن هنا، فنفتح البراغي مالت هذا نطلع هذا. إيه فنجي هنا أكو مثل نت صاير برغي نت صاير، هذا شو نسوي؟ نجي نأشره من هنا ومن الطرف الثاني هم نفتحها هم نأشره بقلم ماجيك بطباشير. ليش نأشره؟ على مود من الرخي هذا يوصل للأخير وهذا القايش يصعد لي فوق يرخى وننظفه وندهنه. على مود بعدين من نجي نرجعه على الإشارة اللي إحنا أشرناه هنا على مود يرجع ضبط الشركة. وبعد يوصون أهل السياج الرياضية يقول لك مليم واحد من الطرفين نفسه أكثر على مود هذا شوي يرخى يقل الضغط على الموتور. فإحنا شلون راح ندهنه أو ندهن البلوك هاي الخشبة ورا ما رخي ذني هذا راح يرخى. وهذه هاي البلاستيكة أو هذا الغطاء لو نفتح صفحة واحدة من عنده فيصير أسهل، راح نمد إيدنا براحتنا جوا. قبل ندهن ننظف كله البلوكة، أكو دهن أكو تراب أكو صاخة على ننظفه والرولات من ننظفهن، وبعدين نجيب الدهن. وهذا الدهن دهن سيليكون، دهن أجهزة رياضية، مو دهن مال مكان ولا مال سيارات. فنجي شو نسوي؟ نجيب استكانة نخلي من الدبابي، فينباع بشارع رشيد بحافظ القاضي. اكو دهن صغير اكو وسط، فاحنا دائما نوصي ياخذون وسط على مود نصه يدهنون البلوكه بي والنص الثاني يبقى كل اسبوعين الى شهر 3 سي سي ندير عليه على مود يبقى دائما البلوك هذا الخشبه يبقى رطب. على مود رطب يبقى شنو يبقى رطب؟ على مود من واحد يصعد على القايش ليش احتكاك ويا من ويا البلوكه فيحمى. فمن ندهن بهذا الدهن فراح يصير مثل الصابونه وما راح يحمى بعد زين، ويمشي بسرعه. اكو يستخدمون دهن مال مكائن او دهن مال سيارات؟ لا، دهن مال مكائن ومال سيارات، فيبقى الماده اللزجه يبقى هنا على البلوكه وعلى اطرافه، فيلم تراب يلم وصف إليس. هذا الدهن خاصية دهن السيليكون ودهن الأجهزة الرياضية، ورا ساعة زمان يمص البلوكة البلوكة الخشبة يمصه يبقى بس رطب يبقى. فوراها نجي اعتيادي سولفنا نرجع الأنانكي هذا ونسد هذا. نجي المرحلة الثانية، نجي على الموتور. هذا الغطاء مال الموتور، فاعتيادي اللي مبدل الموتور واللي لاف موتور فراح شنو راح يشد الموتور بمكانه بقايش صغير. فاحنا شو نسوي؟ القايش يجي من الشركة مضبوب على الأخير، فاحنا نرخي القايش إلى آخر مرحلة حتى إذا ضرب بطناش فد مليم أو فد مليم نجي نضبه. بس تماسك ما قام يفلت فراح نعوفه على آخر رخاوة. ليش؟ كل ما نرخي القايش كل ما يقل الضغط على الموتور، على مش لا يحمل الموتور او ويحترق. نجي الى المرحله الثالثه. المرحله الثالثه احنا الموتور جاهز عندنا وصيانه كامله سوينا دهن، فنجي نشغل الجهاز 5 دقائق على الفارغ. من بعد ال5 دقائق نصعد عليه وزن خفيف 40 كيلو او 50 كيلو 60 كيلو، أقل شيء راح يصعد على الجهاز نص ساعة. خلال هاي النص ساعة إذا أكو أي مشكلة بالموتور أو بس بالصيانة بالجهاز فراح يبين الموتور راح يحمى عندنا، وإذا خلال هاي النص ساعة
محمل موتور يعني ما جمر ولا طلع ريحه، يعني احنا عبرنا مراحل انه صيانتنا زين وموتورنا زين. فنجي هنا شو نسوي؟ نجي هنا نطفي الموتور من بعد نص ساعه ويرتاح اقل شيء الجهاز كله ينطفي اقل شيء ساعه الى ساعه ونص. ليش احنا ساعه الى ساعه ونص؟ الموتور من بحماوه فعلى مود يبرد الموتور، وراها شو نسوي؟ نجي نصعد الاوزان اللي بالبيت يصعدون على الجهاز. فهنا نطبق فد معادله او فد قانون، نقول شنو كل وزن نعطي وقت حسب حماوه الموتور. شنو كل وزن نعطي وقت حسب حماوه الموتور؟ لنفترض عندهم وزن 120 كيلو، فهي ابو 120 كيلو يصعد عليه والقبض مال الموتور مفتوح، فكل 5 دقائق نلتمس حماوه الموتور. مثلا وصل 20 دقيقه 25 دقيقه الموتور حمى. شلون نعرف الموتور حمى؟ مثلا نخلي يدنا على الموتور نحسب 10 ثواني، اذا ما قدرنا ننزل الموتور فهنا بعد نطفي الجهاز. مثل ابو 120 كيلو صعد عليه ورا 20 دقيقه او نص ساعه ما قدرنا نلتمس حماوه الموتور، يعني الموتور حمى، هنا نطفي. فنعطي وقت نقول له يا ابو 120 كيلو فانت لك وقت مثل 20 دقيقه او 25 دقيقه او نص ساعه، لا تزود اكثر من هذا الوقت، خلي الجهاز يرتاح ساعه الى ساعه ونص مرت اللوف يصعد عليه. وبقيه الاوزان هم نعطي وقت، كل ما الوزن يقل كل ما الوقت يزيد. دائما يسالون يقولون ليش الجهاز من اشتريناه كان يتحمل وزن 100 او 120 كيلو مثل وقت هلقل، هسه الوقت قل. السبب شنو اللي هسه وقت قل؟ اذا كان موتور جديد او موتور اللف ماكو فرق، هو بس احنا نجي انه ليش الموتور هسه قل الوزن؟ لانه الجهاز من شروه جديد، كله جديد، زوليه جديده، البلوكه اندهنه ملاموسخ. فمن وراء فتره 6 اشهر من وراء سنه نشوف يصير استهلاك، شنو نشوف الموسخ جوا او البلوك هذا ينشف، فيصير احتكاك بين الزوليه وبين البلوكه فيقوم يحمل وزن، او نفس هاي الزوليه من بعد فتره ينطي نفسه فيقوم الجهاز هو محمل وزن بدون ما واحد يصعد عليه. فهو هاي الاسباب اللي يخلي الموتور يحمى وشوي شوي يحترق.